رجعنا لحضراتكم تاني مع منتخب مصر لألعاب القوة، ومعايا دلوقتي كابتن سالم محمد لاعب 3000 متر موانع. سالم برحب بيك، اهلا وسهلا فندم. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. سالم، ايه لعبة 3000 متر موانع للي بيتفرج؟ اشرح له ايه اللعبة دي. هي اللعبة عبارة عن 3000 متر موانع، هي بتبقى في التراك اللي هو في الاستاد، بتبقى عبارة عن 7 لفات ونص، كل لفة بيبقى فيها 5 موانع منهم المنع المائي. ديت لعبة بتبقى من الألعاب الصعبة، يعني لأن هي بتعتمد على التحمل والسرعة والقوة، بتعتمد على كذا حاجة في بعض يعني. دي بالنسبة للعبة ال 3000 متر موانع. مصر فين من اللعبة دي؟ أنا صاحب رقم القياس المصري، عندي 8 دقايق 28 ثانية. ده أول إنجاز اتعمل في تاريخ مصر من ساعة الاتحاد المصري ما اتعمل. ما شاء الله. الرقم دوت متأهل بيه لدورة الألعاب الإفريقية في المغرب، ديت في آخر الشهر ده، ومتأهل بيها لبطولة العالم كبار في الدوحة برضو في آخر شهر 9 إن شاء الله. فالرقم دوت يعني أنا ترتيبي دلوقتي الـ34 على العالم. ما شاء الله. بالنسبة أنت عارفة طبعا الجري عامل إزاي، في عدد كبير جدا في العالم بيلعب الجري من جميع الدول، بالذات كمان الدول اللي هي أفريقيا، كينيا وأثيوبيا والمغرب وأوغندا، والدول اللي هي أفريقيا طبعا هي البشرة السمراء يعني بتبقى مسيطرة على السباقات دي. فاحنا اشتغلنا كويس الفترة اللي فاتت، وبدأنا نحسن من الأرقام، بدأنا نحط نفسنا في القالب اللي هو نلعب معاهم بطولات العالم والكلام ده. طفرة ما اتعملتش في مصر قبل كده، وإن شاء الله يكون في الفترة الجاية يكون في أحسن يعني. طيب انت عارف في مصر اللعبة، مش في مصر، هو في العالم كله يعني اللعبة الشعبية هي كرة القدم، تمام. وهي اللي بتاخد حيز أكبر من الجمهور وبتاخد أكبر حيز من الدعم سواء مادي أو معنوي. عايزك تقول لي ده بيأثر فيك ازاي أو بيفرق معاك ازاي يعني؟ طبعا انا يعني احنا مش هقارن نفسي او هقارن اللعبه الفرديه بتاعتي ديت بكره القدم، لان كره القدم زي ما قلت كده اللعبه الشعبيه واللعبه الاولى في العالم الشعبيه، مع ان العاب القوى هي ام الالعاب يعني. بس هو الفكره احنا لو خدنا مثلا يعني ربع الدعم او حاجه 10% من الدعم اللي بتصرف على كره القدم، ده يخلينا يعني مش نتاهل لبطولات عالم او نبقى مثلا من افضل 30 او 20 عدة على مستوى العالم، لا ده يخلينا من افضل 8 عدائين او 5 عدائين على العالم يعني بالدعم البسيط ده. سالم، هو احنا من احسن 30 دوله في العالم صح دلوقتي. طب هو في كام لعبه، في كام دوله بتلعب اللعبه دي في العالم؟ عندك دول العالم كلها بتلعب العاب قوه بجميع ايفنتاتها، طيب بالاخص كمان دول اللي هي شمال افريقيا وشرق وسط افريقيا اللي هم اثيوبيا واوغندا والمغرب وكينيا، وحتى كمان دلوقتي عندك امريكا واوروبا شغالين كويس جدا جدا في مين اول في عالم؟ المسافات. هو اول العالم كل سنه او كل سنتين بيجي بطل عالم جديد، من كتر المنافسه ما بتبقى قويه فمحدش بيعرف مين هياخد اول عالم. مش دوله معينه بتاخدها بشكل متتالي يعني؟ هو الدوله المتميزه في رياضه الجري عامه في العاب القوى هي كينيا. كينيا هي ليها في المغرب، في اثيوبيا، في اوغندا، في امريكا، في لندن، يعني تقريبا يعني عدد كبير من الدول بينافس على الميداليات الاولى. سالم، قول لي ايه اللي بيميز كينيا مثلا عن مصر؟ بتتميز كينيا بطبيعه الجو والمناخ بتاعها، ان هي مرتفعه عن سطح البحر ب 2400 متر. ده بيديهم اللعيبه هناك بيديهم اكسجين كتير في العضله، وبيخلي عندهم فيسيولوجيه الجسم غير عاديه يعني. وغير بقى الدعم والاهتمام بتاعهم بقى. قول لي بقى حته الدعم دي، انت شايف كلاعب لعبه من العاب القوه ناقصك ايه او محتاج ايه من الناس ومن الدوله؟ والله انا قطعت مشوار كبير جدا في الرياضه يعني بنسبه 80% بالمجهود الذاتي، علشان اوصل ان انا احقق ميداليه اولمبيه او ميداليه على مستوى العالم، ديت محتاجه دعم اكتر بكتير يعني علشان اقدر احقق الانجاز ده. فبيبقى كتير الدعم عندنا متاخر في الخطه بتاعتنا، ما بيبقاش كل حاجه ماشيه زي ما اللعيب عايز، يقول لك ما فيش دعم كفايه، ما فيش مش عارف ايه، فالحاجات دي بتبدا تاثر علينا كنفسيا وبدنيا كمان. فاتمنى يعني يكون الفتره اللي جايه فتره مهمه، عندنا
عندنا بطولتين مهمين السنه دي، اللي هي دوره الالعاب الافريقيه، دي بطوله مهمه جدا، ديت الهدف منها تاهيل الاولمبياد ان شاء الله، وبطوله العالم ديت برضو حدث كبير جدا يعني. والسنه الجايه عندنا دوره طوكيو، دوره العاب الاولمبيه في طوكيو، فلازم دعم الفتره الجايه دي، دعم كويس جدا عشان نقدر نكون على منصة ارتفاع اسم مصر يعني. دي حاجة بالزبط. محتاجة دعم من كل واحد، سواء كان مواطن سواء كانت الدولة، كل يعني كلنا لازم ندعم أي شخص بيرفع اسم مصر بالزبط يعني. كده بالتوفيق يا سالم إن شاء الله، والمرة الجاية إن شاء الله أشوفك وإنت معاك بطولة زي ما قلت الماجد كده إن شاء الله. إن شاء الله يكون وشنا حلو عليكم يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. ميرسي يا سالم، شكرا. شكرا.